قام اليوم أفراد الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بأم لباقي بحملة لغرس 3350 شجيرة بمنطقة قليف عين زيتون بتعاون مع محافظة الغابات وفعالية المجتمع المدني بولاية أم لباقي. الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع إدارة الغابات والجيش الشعبي الوطني والحماية المدنية وجميع فعالية المجتمع المدني تقوم بمبادرة ألا وهي غرس مجموعة معتبرة من الأشجار إحياء لهذه الذكرى.